الذكاء الصناعي يدرس حياة الشخص ليقلده تماماً بعد وفاته. قصتنا اليوم يا سادة حول تخليد الوعي رقمياً تحت مشروع الخلود المعزز. تخيلوا معي يا سادة أن التكنولوجيا يمكنها أن تستنسخ أفكار وسلوك الأموات لجعلهم أحياء افتراضيا، مما يمكنك من الحديث معهم ومشاركة الذكريات. باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بدأوا بتجربة الخلود المعزز هذا على 25 شخصا تقدموا للمشاركة بالتجربة ليتركوا بصمتهم الرقمية قبل وفاتهم. معظم هؤلاء الأشخاص من الشباب، وأحدهم رئيس تنفيذي يأمل بالاستمرار بإدارة شركته. يعمل الذكاء الصناعي هنا بدراسة البيانات التي يتركها الأشخاص مع دراسة سلوكهم وأفكارهم تماما، وبالتالي يعمل على بناء نسخة رمزية تفاعلية من المتوفي يمثل تقريبا شكله الحقيقي. المشروع يا سادة ما زال قيد الدراسة حتى الآن، لكن هل فعلا التكنولوجيا قادرة على محاكاة حياة الأموات؟